أوديولابي، شارك المعرفة. السلام عليكم أيها الرائعون، بداية ندعوكم للاشتراك في قناة أوديولابي وتحميل تطبيقنا للاستماع إلى أروع المقالات، ملخصات الكتب والتوكيدات، ولا تنسى اللايك. 5 علامات تشير إلى نهاية علاقتك مع شريكك. نهاية العلاقة غالباً ما يصاحبها شعور بالألم والمعاناة، لكن في بعض الأحيان على كل منا أن يمضي قدماً في حياته رغم فشل علاقته بشخص كان في وقت ما أكثر أهمية من الجميع. وتتعدد أسباب فشل العلاقة، كان يكون شريكان مختلفان جداً لدرجة تمنع أي انسجام بينهما، كما يمكن أن يحب أحدهما شخصاً آخر أو أن يحدث أي شيء يحيل إلى نهاية مأساوية للعلاقة. وفي هذا المقال سوف نقدم لكم بعض العلامات التي إذا لاحظت أحدها في علاقتك بشريكك، تأكد أنها بداية النهاية. أولاً، ليس هذا ما أريده حقاً. يمكن لبعض الثنائيات البقاء معاً لفترة طويلة والتفاهم بشكل جيد للغاية لأطول وقت ممكن، لكن غالباً ما يشعرون بوجود شيء ما لا يسير بالنمط المأمول. في حقيقة الأمر هم ليسوا سعداء بالشكل الذي يظهر للناس، فلا يمكنهم على سبيل المثال أن يكونوا أنفسهم 100%، الشيء الذي يجعل العلاقة لا تطاق على المدى الطويل، حتى تحين اللحظة التي تقول فيها لنفسك هذا لم يعد ممكناً. عندها بإمكانكما إنهاء العلاقة بشكل ودي. ثانياً، نحن مختلفان لدرجة لا تطاق. البشر كائنات أكثر تعقيداً مما تتخيلون. نتطور ونكتسب اهتمامات جديدة كل يوم، لذلك يصبح التعامل مع شريك حياتك في وقت ما تحدياً حقيقياً، يضعك في مأزق كبير بين محاولة التماثل معه وإدارة أوجه التشابه والاختلاف بينكما. هي مهمة صعبة ومتعبة للغاية تقع على عاتق كل منكما، ويحدث ألا تعمل بالشكل المطلوب، وحينها يكون الابتعاد هو الحل الأمثل. ثالثاً، إنه حب عابر. ليس لدينا سيطرة كلية على مشاعرنا، لذا يمكن أن نقع في الحب في أي وقت، على الرغم من أننا نعيش علاقة قوية ومليئة بالحب لسنوات، فلا يزال بإمكاننا أن نقع في حب شخص آخر. هذه هي الحقيقة التي يتهرب منها معظمنا، ولكن كما يمكن أن يظهر الحب فجأة، يمكن أن يختفي بسرعة أيضاً، وتكتشف بالتالي أن علاقتك الأولى كانت الأروع، وتبدأ رحلتك في المعاناة واللوم. فنصيحة، تأكد من مشاعرك أولاً قبل الدخول في أي علاقة. رابعاً، من الانجذاب إلى النفور. الانجذاب إلى الأشخاص يبقى دائماً نسبياً ويحتمل تراجع عنه في أي وقت، فنحن غالباً ما نبحث عن شريك محدد بصفات سابقة التصور حتى نحصل عليه، فإن شخصيتنا وميولاتنا يمكن أن تتغير على مر السنين، ولهذا السبب نجد فجأة أن شريكنا لم يعد جذاباً كما كان من قبل، ويمكن أن نشعر حتى بنفور شديد تجاهه. خامساً، تسلل لعب ثالث. أي لقاء بشخص جديد يمكن أن يبعث فيك الشعور بأن هناك شيء مفقود في علاقتك الحالية، فتبدأون في تخيل ما يمكن أن تكون عليه العلاقة مع هذا الشخص الجديد. ومع ذلك ليس من الحكمة دائماً الانتقال من علاقة إلى أخرى، فلا يوجد ضمان للسعادة. بالإضافة إلى ذلك، إذا أدرك شريكان في وقت مبكر أنهما ليسا سعيدين، فيمكنهما تعديل سلوكهما بسرعة أكبر، فإذا لم ينجح الأمر فلا فائدة ترجى من مواصلة العلاقة. استمع إلى هذا المقال الصوتي عبر تطبيق أوديولابي، كما يمكنك قراءته بتفاصيل أكثر عبر أوديولابي.blog.